ومن كلامك أحس ما في حذري، لأن بيظل الشخص يقارن نفسه بالآخر. هو دائم في أحد أحسن منك وفي أحد أقل منك، هذا في كل شيء، في كل شيء. إذا كنت جميلة في أحد أجمل منك وفي أحد أقل منك. إذا كنت قبيحة حتى تعتقدين أنك قبيحة، يعني ما أعتقد في أحد قبيح، بس إذا كنت تعتقدين أنك قبيح في أحد أقوى منك وفي أحد لا أحسن منك. فدائما في أحد أحسن وأقل، حتى إذا كنت ثري في أحد أثرى منك وفي أحد أقل منك، فدائما هذا الشيء موجود. فما تقدر أنك توصل يعني للحلقة الأخيرة في أي شيء، ما تقدر توصل. هاجر حبيبتي تقول ما تشوفين أنه الناس صارت توصل للثراء بشكل أسرع عن طريق شوية استهبال وتعري في السوشيال ميديا؟ هو التسارع الزمني اللي إحنا موجودين فيه يسمح بسرعة الحصول على المال، يسمح. والشيء الثاني اللي حضر معانا القفزة، الآن الأموال يعاد توزيعها، الأموال يعاد توزيعها. بدأ الموضوع من 2020 أكثر 21 والآن أكثر، وسيستمر يمكن إلى 2030. الآن الأموال يعاد توزيعها. لو كنت في بلد وعندك فكرة جديدة وسويت هذه الفكرة، راح تكون ثري يمكن 50 سنة قدام، راح تكون أحد أثرياء البلد لخمسين سنة قدام. الآن الأموال قاعدة تتغير عشان في تدافع وفي تغير الآن في القيم وفي تغير في طاقة الأرض وفيه تغير في مستويات الوعي وفي تغير في احتياجات البشر وفيه تغير حتى في المصادر الطاقية للبشر، انهم اول كنا نعتمد على الجسد الفكري، شوية راح ننتقل شوية للجسد المشاعري. فقاعد الموضوع يحرك المال، لذلك صار الشخص اللي يستهبل على السوشيال ميديا، وأوريك الزاوية، إن هو ونسني ضحكني، صح ولا لا؟ ونسني ضحكني، ضحكني يعني انبسطت واستمتعت، فهو يعني أضاف شيء لجسد المشاعر، فبالتالي هو حصل فلوس. وطبيعة طبعاً التكنولوجيا، طبيعة يعني عصر الدلو اللي إحنا مقبلين عليه، هو عصر هوائي والأشياء فيه سريعة وكذا، لكن لا يعني إنه أرجع وأقول لا يعني إنه السرعة لا تعني السهولة. بمعنى أنه أنت مثلا شايفة مثلا على قولتك مثلا أي واحدة تطلع تتعرى، هل هي بالضرورة راح تأخذ فلوس؟ مو شرط. في يعني بنات تعبوا وهم يتفسخون ما أدري أنتم لاحظين ولا ما أنتم لاحظين، تعبوا وهم يعني ما خلوا شيء، ما طلعوا فعلا يعني جويها تقولين بذلت كل شيء عندها، ما حصلت فلوس. بس في بنت اوكي هي طلعت، بس عندها يعني مخ تجاري، عندها يعني افكار، عندها قدرات، عندها طريقه معينه، فتقدر. نفس الشيء في احد يطلع ويستهبل وكذا، وبالنهايه ما يوصل شيء، يخربط ويستهبل وكذا. وفي شخص يستهبل، كم واحد طلع تفسخت ولا قدرت تضرب، كم واحد طلع يستهبل ويتريق ولا قدر يضرب، ترى كثير. يعني إذا أنت شفتي يعني مثلا كم شخص طلع واشتغل الموضوع معاه، ترى في كثير أشخاص قاعدين يحاولون، قاعدين يعني يبذلون جهد جبار، ما قدروا، ما اشتغل الموضوع معاهم. ففي سرعة لكن الصعوبة ما زالت موجودة. والثراء لما انت يعني لحظة كذا من لحظات حياتك زي ما قلت تكون ضبط كل الأجساد، من الممكن ان يحصل الثراء بشكل سريع، لكن مو سهل. طيب على فكرة احنا ما نقصد احد، هذه ظاهرة يعني نتكلم عن بشكل عام. ايش ابرز الاختبارات اللي راح تظهر لما نحط نية الثراء؟ القراصنة. من يوم تقولين أنوي الثراء، من يوم تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنوي الثراء، يحضرون. شوفي يعني على سوء القراصنة، لكنهم بالنسبة لي دليل إنه الموضوع اشتغل. فالقراصنة هم الاختبار، ويستمر القراصنة يستمرون معاك في مستوياتك المتعددة من الثراء. أنا كنت أعتقد إنهم يعني خلاص بس اختبار كذا على الباب، عرفتوا؟ لكن لا،
ده اكتشفت انه القراصنة على كل مستوى انت توصل له في قراصنة. يعني ايش يعني القراصنة؟ يعني يعني كذا السراقين المخادعين النصابين الاعداء اللي كذا عينهم على الفلوس، عينهم على الاموال، عينهم على القيمة اللي تطلع لك فلوس، هذه القراصنة. وعندنا جلسة القراصنة المال كلها حديث عن هذا الموضوع. طاقة الثراء تنفعل لما تشعر فيها بالمشاعر ولما تتجسد بالمادي. تكلمت عن هذا الموضوع في طبقات الثراء. طيب بقول لكم بس ترى الجلسة حلوة، يعني حتى لو قلت لكم هاي المعلومة ترى والله الجلسة حلوة. الطعم كذا، نكهة الثراء لما انت تتملك خلينا نقول مبلغ معين تعتبره مبلغ ثراء، نقول 100,000 مليون، لما تتملك هذا المبلغ لأول مرة ماديا، هذا كثير قوي. يعني هذا الطعم لا ينسى في الحياة. يعني خلنا نفترض جاك المليون الأول، لا ينسى هذه النكهة، لا تنسى. لكن ممكن يجيك بعدها 10 مليون، ما تعطيك نفس الطعم، ما تعطيك نفس الشعور هذا، نفس الرنة هذه المميزة، نفس المشاعر المختلفة، ما تعطيك هذا الشيء، ما تعطيك. لكن طبعا كل مستوى انت تحس فيه مشاعريا قبل ما توصل له. وطبعا كيف تحس فيه مشاعريا؟ من القراصنة، لأن يتغيرون عليك أشكال القراصنة، ومن العلاقات مع الأثرياء الآخرين، ومن خلنا نقول الطرق اللي تنفتح لك أو الفرص اللي تنفتح لك. فتقدر تعرف شعوريا أنه أنت رايح لطبقة ثانية، طبعا خلني أقول لك أنه في طبقات تجيهم الفرص الجيدة، وفي طبقات ما تجيهم الفرص الجيدة، وهذه كلها شرحتها في طبقات الثراء. فهذا هو الجانب الشعوري، انه دايم انت تحس فيه قبل، تفهمه قبل، بس يمكن اول مرة يكون شوية يعني مو متأكد لانها جديدة عليك. مثلا 100,000 الاولى، المليون الاول، جديدة، يعني احساسها جديد، ما انت فاهم انه هذا الشعور هو بيجيب المليون، هذا الشعور، هذا الإحساس هو إحساس المليون، ما تدري. بس لما يجي المليون خلاص تصير تعرف، فبالتالي كل ما بعدها تصير تعرف إنه أوه واو، في طبقة ثانية، حسيت بشعور مختلف، حسيت كذا بشيء مختلف. فقبل هي موجودة في الشعور، وشعورها المادي الأولى هي اللي قوية. هند حبيبتي تقول: دكتورة يصير أنوي الثراء لزوجي مع العلم عنده أغلب الأدوات؟ وشكرا، أحبك حبيبة قلبي أنتي. خليه هو ينوي لنفسه، أنتي ليش تدخلين في الموضوع؟ أصلا ما المفروض أنك أنتي تدخلين في الموضوع. إذا هو عنده الأدوات المفروض أنه هو ينوي، وبعدين إذا عنده الأدوات يمكن احتمال أنه هو نوى، بس أنتي يعني يمكن ما تدرين، أو ما يقول صوت عالي. في بعض الناس عندهم شوية يعني زي ما نقول خصوصية في الموضوع، فما يقول صوت عالي. فما أعتقد أنه أنت يعني تنوين عنه. لكن شوفي، يقولي لخليه يحضر معنا إنستغرام لايف، ممكن أنه إحنا مع الكلام، مع الوعي، مع الأسئلة، زي ما نقول نخلي الواحد شوية يعني يفتح لمبة، ينتبه، بدال ما هو قاعد يشتغل كذا بس يركز شوية، يحطني يرتب الأمور كذا، يعني يصير ينتبه أكثر. بس ليش في ناس الثراء يجيهم بجهد بسيط؟ شوفي، ابغى اقول لك معلومه كثير مهمه. طبعا انت الان تتكلمين عن الجسد المادي، صح؟ ابغى اقول لك شيء مهم. الثراء ياتي بجهد بسيط مادي. الثراء ياتي بجهد مادي بسيط. الثراء ياتي بجهد مادي بسيط. فاذا كنت انت في طريق مرهق فانت مش في طريق الثراء. إذا أنت في طريق مرهق تعبان فأنت مو في طريق الثراء، أنت في طريق ثاني ما أعرف وشو.
فإحنا لما نقول صعب، صعب لأنه أنت على كل المستويات تتغير، مو لأنه أنت مجتهد، مو لأنه أنت يعني منقطع قلبك من الاجتهاد. فأقدر أشوف أنه شخص يصل للثراء بسرعة لأن جهده بسيط، خلنا نقول معقول، وغير الجسد الفكري، طريقة التفكير، الأفكار، يمكن حصل فكرة إبداعية، المفاهيم، المعتقدات، اشتغل على الجسد المشاعري الطاقي، شبك مع رسالة الروح، وتحقق الثراء. تحقق الثراء. لكن شخص قاعد يشتغل يجتهد 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 يجتهد، يعني انقطع قلبه وهو يجتهد، يعني يقول كان اجتهدت، طيب والجسد الفكري والجسد المشاعري والطاقة والروح، هذا كلهم انت ما اشتغلت عليهم. لما تحط كل الطاقة في الجسد المادي وتجتهد، فأنت في الطريق الغلط. لما يكون العمل موزع على كل الأجساد، وبالتالي الجسد المادي عنده شغل بس مو يقطع القلب، عنده اجتهاده المعقول وغيره، كل الأجساد عندهم اجتهاداتهم، بالتالي كذا نصل، كذا بهالطريقة احنا نصل.